رجعنا لكم تاني وكنا بنتكلم قبل الفاصل. شيري كانت بتقول ان التوتر ازاي ممكن يأثر علينا وانها بقت حاجة بجد مسيطرة علينا. انا بقيت اشوفها كمان ان هي ممكن تعتبر مرض شوية، انه الواحد في وسط الدوشة اللي احنا بقينا عايشين فيها دي مبقاش عارف يعمل ايه ولا يفكر ازاي ويخلي تفكيره يبقى واضح ازاي. فبقى في مصطلحات وبقى في حاجات كتير بقت موجودة دلوقتي ممكن تساعدنا ان احنا نوصل ان احنا الراحة النفسية وراحة البال عشان نعرف حتى نكمل يومنا ونعرف ناخد قرارات مظبوطة. بقى في مصطلح مهم جدا اتكلمنا عنه هنا في ست الحسن كذا مرة وهو اللايف كوتشنج. اللايف كوتشنج ده عشان انا كده يعني لو انا مش قادرة او مش عارفة اتصرف ساعات تبقى مسيطرة عليا التوتر، اللايف كوتش ده بيعلمنا حاجات كتير انا ممكن ما بقاش واخده بالي منها. بس هو برضه لازم يحكي لنا بنفسه، وهو منورنا في الاستوديو محمد عيسى. محمد عيسى منورنا، اهلا بيك. اهلا بيك. احنا في اشد الحاجه يعني الحمد لله لللايف كوتشنج ده. بس اشرح لنا برضه هو ايه الاول لو سمحت. هو يعني ليتلي انا بقيت يعني اتوجه لللايف كوتشنج، واللايف كوتشنج بكل سهوله هو ان الكوتش هو حد بيقعد معاكي بيعمل نوع من انواع التشالنجينج للافكار بتاعتك، او يعني زي ما يقول بيزنقك في كورنرز معينه، بيخليكي تشوفي الزوايا بتاعت حياتك بشكل مختلف، او تشوفي زوايا انت مش ما كانش عندك القدره انك تشوفيها. شبه دكتور نفساني شويه ولا لا؟ لا مختلف خالص عن شغل الدكتور النفسي. اتس اولموست اللايف كوتشنج بيعتمد ان الحل موجود جواكي، وهو بيشتغل مع شخص متزن نفسيا وفكريا. يعني شخص هو نفسه عنده لخبطه في حياته ولكنه نفسيا وفكريا سليم، عنده قدره ان يتخذ قرار سليم، عنده قدره على التقييم بشكل سليم. انت قلت لي مصطلح يعرف اكتر اللايف كوتش ده بشكل نفهمه اسرع، قلت لي ازاي نرتب افكارنا او ندير افكارنا، لانه احيانا انت عارف تحس ان دماغك زحمه. أوكي. يعني كل القنوات داخله في بعضها، ما انتش عارف تطلع ايه اولوياتك دلوقتي. صح. فبتحس بحاله من اللخبطه، انا مش عارف اعمل ايه بالظبط. ده لما انت سالتني ايه هو المديتيشن، قلت لك المديتيشن بكل بساطه هو قدره الدماغ على انه يرتب الافكار. وهو ده اللي احنا بنتعلمه من المديتيشن. في مس كونسبشنز عن المديتيشن، يعني مفهوم محدود او خاطئ مش كامل عن المديتيشن، ان هو الناس بتعمله عشان توصل ريلاكسيشن. ده انا بسميه تخدير. عارفه زي ما يكون واحد بياخد مهدئ، هنا اصبح ده مهدئ. وانا لا انصح حتى من النوع ده من التدريبات، اللي انا بهدي نفسي عشان اتوجع اكتر واكمل اتوجع، او ما اصح اتعمل وما بحلش حاجه. انما المديتيشن الحقيقي هو لشخص بيعمل لي نوع من انواع الاويكنينج اللي هو الصحه الداخليه، بيديني تمدد في الوعي والادراك بتاعي، بيخليني اتصرف بشكل افضل، يخليني افكر اسرع، يخلي الحواس بتاعتي انشط. هو ده المديتيشن الحقيقي. انما غير كده اللي هو بهدى عشان ارجع اتضرب تاني واهدى عشان ارجع اتضرب تاني، ده يعني تخدير. يعني محمد اللي بيحصل في ستات مصر ده ياثر فيه اللي انت بتقول عليه، يعني فكره انه نصحى الصبح ونحضر السندوتشات ونلبس العيال وبعض الاسر فيها طفلين وثلاثه واربعه ونودي المدرسه وبعدين نروح على الشغل وبعدين نخلص مصالح الناس وبعدين نرجع في المواصلات ونروح نجيب العيال المدرسه فنذاكر لهم. وترتين يا جيري وترتين. ما هو ده اللي بيحصل، دي بقت حياتنا. يعني انت مع انك جزء من ده انت كمان. لا طبعا انا فاهمه، انا حسيت خلصتي وبتيجي بكل حاجه فاهمه. يعني برضو اللي هي فكره ورا كله ضرب ما فيش شتيمه، ده ياثر فيه اني اعمل مديتيشن او ارتب افكاري ياثر. طب خلينا ناخدها بالعكس، سيبك من ده خالص، خليكي متعصبه، اجري بسرعه، البسي اي حاجه، اتخانقي مع الناس، اللي قبلك في وشه اديله بالقلم اول واحد كده. يعني هل ده هيحل؟ لا طبعا اولموست مش هيحل، اكيد يعني ابسولوتلي مش هيحل خالص. اللي هيحل ان احنا نواجه ونتحمل مسؤوليه، ونعرف ان الحل جوانا، ولو احنا ما خدناش ستيبس ناحيه الحل محدش هيحل لنا حياتنا. زي ايه؟ زي ان اول شيء الانسان يبدا بيه انه يتحمل مسؤوليه نفسه. انا المسؤول عن نفسي، انا المسؤول عن حياتي، انا المسؤول عن صحتي، انا المسؤول عن سعادتي، مش حضرتك ولا حضرتك ولا اي حد تاني. لما بزعل لازم اعرف ان انا المسؤول عن اداره العواطف دي. لو ادركت ده في حياتي هتنقل من نتيجه الى سبب، نتيجه للاخرين الى سبب. انا اللي بحرك حياتي، انا اقدر انجح في اي مكان. زي ما ذكرتي قبل الحلقه، انا سبت شغلي لان انا ادركت ان النجاح هو جوايا، انا مش في المكان، مش على الكرسي اللي قاعد عليه. يا ريت تحكي لنا القصه بقى.
يعني عايزين نعرف ليه حضرتك سبت شغلك واتجهت اتجاه الطاقه. انا كنت يعني انا في اساس مهندس، وكانت يعني والدي مهندس وحبيت الهندسه من والدي، وكان حلمي ان انا ابقى مهندس، ودخلت الكليه وتخرجت واشتغلت في الجامعه. انا كنت اشتغلت في الجامعه سنتين، انا كنت في ستاف جامعه وهندسه كمبيوتر، انا خريج هندسه كمبيوتر، وطلعت واشتغلت في الجامعه سنتين وهي سبتها وجيت اشتغلت رحت في اي بي ام كمان، اشتغلت في اي بي ام ايجيبت، وكنت سينيور سوفت وير انجينير، اشتغلت 8 سنين. وبعد كده لقيت ان انا الطريقه اللي انا بفكر بيها مش صح. انا كانت احلامي ان انا اسافر واروح اكبر بقى شغلي واروح امريكا واقعد هناك، يعني بلد الكمبيوتر يعني في العالم يعني. ولقيت نفسي بشتغل 20 ساعه متواصل، ممكن بعض الاحيان توصل ل 30 ساعه، وانا كنت حابب ده على فكره مش غصب عني. يعني انا كنت اتعلمت كتير قوي من اي بي ام، فعلا هي مدرسه كبيره، علمتني وبنت شخصيتي بشكل ما، ولكن لقيت نفسي ان انا تحولت الى ورك هوليك، يعني واحد بيشتغل وما بيعملش حاجه غير شغل. اتخطفت بقى من الشغل وكمان خصوصا ان انت بتشتغلي بتاخدي نجاح، بتشتغلي بتاخدي وعي يعني، فالقصه وخصوصا لو عرفتي طريق النجاح ولقيتيه سهل فتلاقي نفسك على طول. وعين لقيت نفسي بدوس على نفسي وعلى اعصابي، وعين قلت لا. صحتك اتأثرت؟ لا صحتي ما اتأثرتش، ولكن الضغط النفسي، وخصوصا انا كنت بمارس المديتيشن ده من وانا صغير، جيت في لحظه كده فتره في حياتي لقيت نفسي ان انا باجي على نفسي قوي. قلت لا، انا في حاجات انا ما كنتش واخد بالي انها موجوده في حياتي، منها اهلي، منها اصحابي، منها ان انا اعيش حياتي. فلقيت ان انا لا، انا لازم هنا اخد وقفه مع نفسي، انا محتاجه اعمل ايه. بس الوقفات مع النفس دي يعني بنقف مع نفسنا نعمل حاجات كتير كده، ما بنسيبش الشغل. اوكي صح. يكون ان انا بدات العلم ده، انا بدات درسته بالظبط، علم الانرجي ده بداته من 20 سنه من وانا صغير قوي. انا النهارده سني 39 سنه، انا بدات وانا عندي 22 سنه بدات، بس بدات بالظبط وانا عندي 16 سنه، بس 20 سنه دي ليها قصه ثانيه هقول لك عليها. 22 سنه في حاجه دخلتك من زمان ليها. بالظبط، وده بسبب ان انا كنت طفل مريض وانا صغير، عندي حساسيه، وجات لي الحساسيه دي بدات اوعى بيها ان انا مريض وانا عندي سنه 5 6 سنين. قعدت من 5 6 سنين لحد 16 سنه اولموست مريض وتعبان جدا، وده اثر. حسيت صدر ولا حسيت صدر؟ وكان مش عارف انام بالليل واعرف العب مع اصحابي، لدرجه فطفل من ساعه ما بدا يوعى على الحركه ويلعب مع الاطفال اللي حواليه، من سن 6 سنين ل 16 سنه مريض وصحته ضعيفه، وكل اللي حواليه بيقولوا له كل عشان انت ضعيف، كل عشان انت صحتك مش كويسه، كل عشان انت لازم تجمد، انت عظمك باين، انت مش عارف ايه. فكل اولموست العالم الخارجي بيصنفني ان انا ضعيف. غير ان انا لما كنت يجي لي البرد اللي هو العادي بيجي للناس، كنت بنام بالاصبعين في السرير، بنام فعلا يعني بسبب ضعف في المناعه عندي. انا اتذكر مره جالي اللي هو الجديري المائي اللي بيجي لكل الاطفال، لا بيجي لهم مثلا يومين او بيجي لهم فتره ويعدي، انا قعدت حوالي شهر ومنها عدى علي يومين كنت ما بين الحياه والموت بسبب ان مناعتي وانا صغير كانت ضعيفه قوي، لدرجه ان انا وانا فاكر اليوم ده بالظبط، يعني انا كنت وصلت مرحله التخريف، يعني بدات اشوف حاجات هلوسينيشن عالي جدا، لدرجه السموم زادت في جسمي، وعرفت بعد كده ان انا كنت هموت في اليوم ده. الدكتور قال لهم لو ما كانش عدى عليه اليوم ده يعني وفاء بعديها كان ممكن نفقده تماما. فالتجربة دي في حياتي علمتني حاجة، الصحة أهم حاجة، من غير صحة ما نعرفش نعمل أي حاجة. الشغل مهم بس مش أهم الصحة. صحيح. الشغل هيديكي فلوس، هيديكي منصب، ولكن من غير صحة مش عارف تستمتعي بالكرسي اللي انت قاعدة عليه. صحيح. مش عارف تستمتعي حتى بأولادك، مش عارف تستمتعي بالبيت الفخم اللي انت قاعدة فيه. اوكي، ودي اول حاجه. اوكي، فاهتمامنا بصحتنا دي حاجه مهمه، اهتمام بالصحه مش بس الجسد، الصحه النفسيه والجسديه مع بعض مهمين. اوكي، ما اجيش على نفسي قصاد اي حاجه، ودي ده اول درس اتعلمته في حياتي اللي طلعني من المرض ده وانا عندي قلت لك من 6 لسن 16 سنه. اولموست وصلت لمرحله ان المرض ده يعني اولموست التعب الفيزيكلي ده الجسماني اثر على شخصيتي، بقيت اخاف العب مع الاطفال احسن اتكسر، اخس الاصغر مني اقوى مني بكتير. فما قصدي فبدات انعزل بقى يعني اولموست مبقتش. بس هو ده مرض يعني عضوي، فازاي ممكن يكون الانرجي ساعدك في ده او الطاقه او المديتيشن؟ انا اولموست جيت وانا عندي 16 سنه لانها حساسيه، يعني ازاي النوع ده من العلاجات اثر في مرض
اوكي صعب زي ده عشان كده. حلو، سؤال جميل جدا. يعني لما جيت انا عندي 16 سنه قلت انا محتاج اغير ده، واللي خلاني اغير ده دخلت فيلم زي اي الافلام، في افلام بيبقى فيها مسج، فشفت واحد ازاي غير حياته وازاي نقل حياته من مكان لمكان، وكان بيلعب رياضه. طلعت من الفيلم قلت انا لازم العب امارس رياضه، قعدت ادور على حاجه، قلت هلعب جمباز، قالوا لي ما ينفعش سنك كبير ما ينفعش، قلت خلاص ايه اقرب حاجه للجمباز، لقيت الكونفو، قلت هلعب كونفو. دخلت من سن 16 سنه بدات العب كونفو، حتى الان بتمر لحد امبارح كان تمرين في البيت، بتمر دلوقتي في البيت حتى مع نفسي، يعني مش شرط بوجود مدرب. بس بدات الرياضه دي بنت حاجات في شخصيتي كانت فيها ضعيفه، المواجهه ان انا اقف قصاد حد، ثاني حاجه ان انا اهتم بصحتي. المدرب بتاعي وانا عندي بدات عن 16 سنه، بدات من عندي 18 سنه بدا يعلمني، قال لي انا هعلمك تدريبات كان اميها بقى مفيش الناس بتعرفش يعني ايه طاقه وطاقه داخليه والكلام ده، قال لي هعلمك تدريبات سريه جدا وهي المديتيشن التامل. وبدات من هنا امارسها، ومارستها بالظبط 3 شهور بشكل يومي، لقيت ان صحتي اختلفت تماما اول ما بدات امارس التمارين دي. انا كنت امارس رياضه قبلها بسنتين، بس جيت امارس المديتيشن لقيت الحساسيه بدات تختلف عندي. لقيت ان صح البرد ما بيجي لي، كانت دي اول سنه بمارس فيها المديتيشن، كان بيجي لي مرتين في السنه، جالي مره واحده بس، دي كانت بالنسبه لي مش تخيلها فرح فعلا. ايوه انا طول عمري شخص مريض بعيا، صحتي ضعيفه، مقاومتي ضعيفه، ما كانش في ادويه، ما كانش في حاجه، كنت عايش على الادويه طبعا. لا اول ما ابتديت المديتيشن وقفت الادويه لا لما بدات ما وقفتش الادويه، كنت باخد برضو يعني اولموست، انا كنت يعني في السن ده كان الانتيكينج بتاع الادويه بتاعي قل شويه، لان يعني كان، ولكن صحتي برضو ضعيفه، المناعه بتاعتي ضعيفه، لما بعيا بنام في السرير وباخد ادويه واخد مضاد حيوي، البرد العادي ده كان بينيمني، بعد شهر مريض. طب استنى بقى عشان احنا نروح لفاصل نرجع تقول لي ازاي، يعني انت طفل كنت بتعاني من وانت عندك 5-6 سنين من حساسيه مزمنه منيماك وتعباك وخلاك ضعيف، تعمل مديتيشن وانت في عمر يمكن ال 18 سنه، لعبت رياضه ويمكن اثرت ايجابا، لكن اللي ظبط معاك جدا الدنيا هو المديتيشن. هو المديتيشن. لا بقى دهينا بقى نقف هنا حته كتير وتقول لنا عملت ايه بالظبط، يعني كنت بتقول ايه لنفسك، بتقعد ازاي، وبتاكل ايه، وبتشرب ايه. اعتقد ان الكلام ده يبقى مهم جدا لكتير من الناس اللي عايشين حاله من التوتر. بعد الفاصل. مع محمد عيسى وكنا بنتكلم على أهمية الرياضة البدنية والرياضة النفسية، لأن الرياضة النفسية مهمة جدا وبرضو الرياضة البدنية، وكنت بتحكي لنا على أنه المدرب بتاعك بتاع الكونفو هو اللي علمك المديتيشن. أنا زي قلت لك ده هو اللي أنقذك. هو أنقذني طبعا، يعني هو أفادني في حاجات كتير طبعا، غير لي صحتي بالتدريب ده، هو جه علمني وانا قلت لكم انا عندي 18 سنه اولموست، يعني التدريب المديتيشن ده، ومارسته 3 شهور لقيت صحتي اتنقلت وصحتي اتغيرت وبقت صحتي احسن، انا اللي حاسس بده. بس هو اكيد الرياضه مع المديتيشن، يعني مش لا ولا خلاص. اللي هي المديتيشن مديتيشن بس، اني كنت بمارس رياضه قبليها بسنتين. يعني ايه مديتيشن؟ انا اهو مديتيشن هنا خيال، بقول لك عندي مشاكل كتير، حاجه متلخبطه ومش مركزه وخلقي ضيق وهمدانه، اللي هو ايه، بقت حاجات كومن دلوقتي من بين كتير من الستات، وعصبه ومذاكره الولاد وباجي بالليل مش طايقه نفسي، يعني اللي هي الحاجه واكل كتير. خلينا هنبدا بكذا حاجه. يلا لما اجي اقول لحضرتك انا هعلمك مديتيشن، فانت بتشوفي الناس بتمارس مديتيشن، حد بيقعد على الارض وبيقعد من غير صوت، اول مسج حضرتك بتعلميها من مديتيشن ان الحل جواكي. حلو، بتقعدي مع نفسك نفسي. اوكي جواك. فانت اول حاجه الحل جواك، تاني حاجه بتواجهي نفسك. انا بقعد ببتدي اتنفس، فممكن بعض الاحيان بتجيلي افكار، والافكار دي ممكن افكار بتضايقني ومنها افكار بتبسطني، ولكن في افكار بتيجي، فلو انا ما عنديش قدره لمواجهه نفسي، مواجهه الاشياء اللي بتضايقني، انا مش هقدر اقعد القعده دي فتره طويله. فدي تاني حاجه. تالت حاجه ان انا بيكون عندي ببليف او بعتقد في دماغي هي ان هي تقدر تغير جسمي، وده عن طريق التأمل والتنفس. أول حاجة بنبدأها هو التنفس، تاخدي نفس ازاي وتخرجي نفس.
هقول لك ازاي. نفس عادي خالص، بس خلينا نشرح الستبس. اوكي، التنفس هو مش مجرد عملية عادية كده وخلاص، التنفس يعني حياة. فكون حضرتك بتتنفسي كويس يعني بتعيشي حياة كويسة في اللحظة دي اللي انت قاعداها، انت جسمك اقوى، صحتك احسن، رئتك احسن. اوكي، فعشان كده نبتدي نلاحظ، كل واحد بيسمعنا او بيشوفني دلوقتي يلاحظ بتنفس ازاي. بتنفس تنفس بيستغل الرئة كلها ولا بيستغل بس جزء من الرئة؟ اوكي، دي النقطة. نفس قصير ولا نفس أوكي. طويل وعميق؟ بتعلم اول حاجة ناخد نفس عميق، ناخد نفس شهيق زفير من المناخير. مش حدي تفاصيل كتير في التنفس المفروض تعمل ايه، لان التفاصيل كتير بعض الاحيان تخلي ناس كتير تزهق. اتنفس وخد نفس، املى الرئه كلها وخرج الهواء منها كلها، بس نعمل كده. بس التنفس يكون لطيف ناعم هادي، ما تضغطش على نفسك يعني، ما حاجه تبذل مجهود. ايوه بالظبط، تحس لا انا تعبت قلبي، ما حدش يعني يشد الهواء اللي في الاوضه كله، لا بالراحه تماما. النفس ناخده يمكن في 10 عدات، 5 عدات اوكي، 4 عدات اوكي برضو، ولكن يكون نام وهادي وستيبل. الوقت اللي بتاخدي فيه النفس هو نفس الوقت. صدق متعب الموضوع يعني، انا عماله عشان بتحاولي تركزي. لا خالص، انت بتحبي تتنفسي ازاي؟ مش عارفه، قوليلي. خلينا نعملها لك. يعني عمري ما خدت بالي انا بتنفس ازاي، يعني حتى لما بروح العب رياضه او بروح الجيم اول حاجه المدربه تقول لي ايه، اهم حاجه تنظمي نفسك عشان الحرق يزيد وعشان ما تتعبيش وعشان ما تتهلكيش. طيب خلينا نحاوله معاك دلوقتي، انت قلت انه متعب، هوريك انه مش متعب. نحاول دي اسكندراني. عشان انا اسكندراني. خدي نفس شهيق. لا مش كده خالص. بصي انت اول ما بدأ بتعملي ستريس على جسمك. لا مش كده خالص، ريح كتافك. التنفس التنفس لازم يبقى ريلاكس، يعني اغلبيه الناس بتنفس كده بالظبط، تعمل كده. لا مش كده خالص. الاول بقعد قاعده مرتاحه تماما، قاعد احط ايديا بهذا الشكل واتنفس. هنا ثابت، هنا ثابت، هنا بس اللي بيتحرك المنطقه اللي تحت دي. باخد نفس شهيق زفير، شهيق زفير. مع كل نفس فكري انك بتفيدي جسمك، مع كل زفير انك بتخرجي كل السموم من جسمك. اوكي، كل نفس كل نفس شهيق. حتى وانا بتكلم زفير. يعني اقدر اعمل انا زي متخيله ان انا لازم اتفرغ. عارفه انت رايحه تعملي ايه؟ رايحه اتنفس. انا لسه كنت بسال محمد. أوكي، لما تبقى هنا ده تاني مسكونسبشن عن موضوع الرياضه او موضوع التنفس وموضوع الاهتمام بالصحه. انا ما عنديش وقت، انا ما عنديش وقت لنفسي، العيال، البيت، المفروض. اوكي، ده بيرفلكت، بيعكس ان اللي بيقول كده حياته مش منظمه، وبالتالي دماغه مش منظمه، فبالتالي الشخص هيفضل دب 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 لحد ما يلبسوا الحيطه. ايوه. مش هيلبس عادي. اوكي، وهنا اولموست غصب عنه حضرتك لازم تقعد ترتاح، لازم تقضي وقت. احنا ليه نوصل للمرحله دي بالظبط؟ وليه؟ وكمان في حاجه يعني، خد بالك اللي بيعمل كده مش بيضر نفسه بس، بيضر عياله، بيسبب لهم ضرر. لانهم في بعض الاحيان بيشوفوه مريض محتاجينه، مش عارف يلعب معاهم، مش عارف يبقى معاهم زي الاول. الاطفال طموحاتهم محتاجه تكبر، انا مش عارف اجاريهم، لان انا بدات بقى في جاب في الصحه. انا مش بتكلم حتى في عمر او في وقت شغل، انا بتكلم في جاب في الصحه، ما بقتش عارف او. طب خلينا نتكلم ايه الوقت المناسب، ولا اي وقت، ولا وكم والوقت قد ايه اللي اعمل فيه النفس؟ أوكي، تمرينات النفس. حلو جدا، هكمل التدريب ونشرح مع القصه دي. باخد التنفس بهذا الشكل. هنا الغرض من التنفس مهم جدا، الانتنشن بتاعي، الانتنشن بتاعي ان اكون اهدى، جسمي اقوى، وهنا وركز على التنفس بتاعي بس. اخد نفس شهيق زفير، اطلع النفس من بقي ولا من المناخير؟ كله من الانف. اوكي، كله باخد من المناخير واطلع من المناخير. في انواع تانية من البق بس، ولكن لا انصح بيها دلوقتي لحد مبتدئ بيبدا. النفس كله من الانف، يطلع من البق. اوكي، هتيجي تعملي مديتيشن هتلاقي الطبيخ بيجي في دماغي، هتلاقي المطبخ، هتلاقي ايه ده، فاضي العيال، الواد عمل ايه في المدرسه النهارده. ده طبيعي، ده طبيعي. لان ده اللي شاحنه بيه دماغك. واللي بيحصل ده علامة ممتازة انك بتعملي مديتيشن ممتاز، لان كل الناس بدأت تعمل مديتيشن طبيعي بتسرح في الاول. لو حد جه قال لك لا حاول ما تسرحيش، يبقى هو معلش يعني ما عملش مديتيشن بشكل سليم. اي حد بيعمل مديتيشن بيقعد 10 دقائق، ممكن تصفصف بس على دقيقة او 30 ثانية. الخلاصة 30 ثانية. تعالي بقى نعرف ايه في ال 30 سنة دي بيحصل.
30 ثانيه اولموست دماغك بيوصل ان هو الافكار دي كلها بيبقى توصلي لمرحله ان انت زي دماغك هادي تماما، الافكار اللي هي اللي حواليك دي كلها كانها بتهدى، مش هقول بتختفي تماما ولكن بتهدى. ممكن يبقوا 30، ممكن يبقوا 10، ممكن يبقوا 5. ايوه بس انا لما يجي لي الفكر ازاي بفكر انه انا مش عايز افكر ده، ما انا بفكر انه اخليه ما يمشي يعني. هتكلم على فايده الخمس ثواني او هتكلم على فايده زمان في الافلام العربي كان يقول لك ايه، ماله ما بينامش، عنده فكر. عنده فكر. يعني عنده فكر دي حاجه عتيقه يعني. ايوه خد بالك انا قلت ايه، ممكن نقعد ربع ساعه نص ساعه ولكن الخلاصه تبقى 5 ثواني او 10 ثواني او 15 ثانية. انا مش محتاج اكتر من كده على فكره. الناس تعتقد ان هي محتاجه ال 30 ثانيه ال 30 دقيقه تفضي دماغها، ده مسكونسبشن، ده يعني سوء فهم للموضوع. في الخمس ثواني دول مخك بيهدى تماما. في حاله الخمس ثواني دول او ال 10 ثواني دي مناعه الجسم بتعلى جدا، اوكي، الدوره الدمويه بتكون احسن ما يكون، كفاءه الاعضاء الداخليه اعلى ما يكون. فالخمس ثواني دول كافيين. الخمس ثواني دول يعملوا كل ده يا محمد؟ فعلا كافيين ان هم يعملوا ده. ده انا مش كتير لان عارفه الخمس ثواني عارفه زي ايه؟ بيكون عندك حصان، شفت عمرك حصان محبوس قبل كده وتفتحي له الباب بيطلع يجري اكتر ما يكون، وبعد كده بنمسكه ندخله تاني، اوكي، بس في الخمس ثواني دول هو فك نفسه وعمل اللي نفسه فيه. الله. نفس القصه في جسم الانسان، جسمنا حصان قوي جدا، عقلنا سريع جدا، قوي جدا، ولكن احنا بنفسده او بنبوظه عن طريق الافكار الغلط اللي حوالينا والستريس والتفكير بشكل سليم، ونحمل نفسنا فوق طاقتنا واشيل مش بس مسؤوليتي، اشيل مسؤوليه ناس تانيه المفروض هي تاخد بالها من نفسها. فابتدي انا اتقل على نفسي. المديتيشن هيعلمك ان تاخدي مسؤوليه نفسك، يكون عندك وعي، تقوي الحواس بتاعتك، يديكي انرجي، يديكي طاقه. تقوي الحواس دي هي منظومه متكامله. يعني ساعات بحس ان في حاجات في الجسم بتعطل، أوكي. بتتعب، أنا عايزه صيانه. انا بعمل مديتيشن وانا صغير وبدات العب، كان نظري ضعيف. كنت بلبس نظاره، بس انا بسبب النظاره ما كنتش بحب شكلها فكنت بقلعها، ولكن كان عمل كشف نظر كان بيجي لي صداع. لما بدات اعمل مديتيشن اخر مره عملت كشف نظر كان من حوالي يمكن من 5 6 سنين، كان نظري بقى احسن من 6 على 6. 6 على 6 يعني ايه؟ يعني حضرتك بتقفي يا محمد. لا كده كتير. ما صدقنيش على فكره، ولا حد من المشاهدين هقول لك، بس انا مش بطالب حد يصدقني. نظر بيتحسن ده، مش بطالب انك تصدقيني على فكره، ولا بطالب انك حاجات كبيره، عارف؟ اوكي ماشي. حساسيه ونظره، مش عايزك تصدقيني، بس اسمعيني بس، صدقيني ما صدقيش دي قصه ثانيه. واعملي اللي انا بقول لك عليه. هو الواحد لازم يجرب عشان يحس. اتحسنتي ايدي لي، ما اتحسنتيش ايدي عليا. لا مش هندعي عليك. لا هو الواحد لازم يجرب يعني. كلام كده يعني سهل، بس هي الفعل هو اللي القصه. زي ما كنت بقول قبل الحلقه، القصه مثابره، والشخص يبقى عنده مثابره قويه جوه نفسه، ودي هنجيلها لما كنا بنتكلم معاك. ممكن يوقف التدخين، يخلينا نقلع عن عاده التدخين. طيب خليني احكي لك قصه النظر وهرجع لسؤالك، سؤالك مهم. النظر 6 على 6 يعني ايه؟ من 6 متر بقدر اشوف اللوحه. حلو. انا كنت واقف من 8 متر واقدر اشوف اللوحه بنفس معناه ان النظر اتحسن، وده انا ساعدت ناس ان كمان نظرها يتحسن، وساعدت ناس انها تقلع النظاره. الكلام ده علميا يعني اي حد بيتفرج عليا يقول لي انت مجنون، الكلام ده علميا ما ينفعش. انا بعرف اعمله، بعرف اعلم الناس ازاي تعمله، لان حضرتك لما تتعلمي المديتيشن وتتعلمي ثقتك في نفسك بتنقلي نفسك من الوعي البشر العادية اللي بتصبحي الإنسان مش عادي. المديتيشن يخليكي تبقي شخصية مش عادية، يخليكي إنسانة جسمك مش بيبرفورم زي بقية الناس، أداء بيبقى أحسن. أو طبعا طبعا صحتك نفسيتك مختلفة عن اللي في سنك تمام. طب المديتيشن الاوقات ممكن تقول لنا، يعني احنا عرفنا ان طبعا هي منظومة ان أوكي. انا اهتم بنفسي وبصحتي وان انا برضو وان انا امارس التمرين، يعني فيها مش حاجة واحدة بس ليها مواعيد، افصل في وسط اليوم ازاي؟ 5 ثواني بس بتقول كفاية؟ في مواعيد طبعا يعني، ولكن انا هقول بالنسبة لحياتنا وانشغالاتنا اعملي في اي وقت، الوقت اللي تلاقي نفسك فاضيه فيه وتضمني ان الميعاد ده تثبتيه،
وتعمليه كل يوم هو اللي اعمليه، لان الناس بعض الاحيان الناس عايزه تلاقي حجه في اي حاجه، لا ما اقدرش الصبح، لا ما اقدرش بالليل، ممكن اول ما حد ما يصحى من النوم يعمل اي وقت ثبتيه، اهم حاجه تثبتي الوقت ده. لان ليه بنثبت الوقت؟ عشان جسمك هو هينادي على التدريب، هيقول لك تعالي ده ميعاد المديتيشن. اوكي، وده اللي هيحصل فعلا، هتلاقي جسمك بيبقى فيه حاجه اسمها الساعه البيولوجيه، وهيجي يقول لك ده وقت المديتيشن، تعالي تعالي اعملي ايه. ده كلام عظيم، انا بعتقد ان انت لازم تنورنا تاني، لانه من حق الناس علينا ان هم يفتحوا شاشه التلفزيون يلاقوا حاجه بتعلمهم ازاي يعيشوا وقت لنفسهم، حتى لو الوقت ده قليل بس يبقى الكواليتي تايم. صح، يعني هو فعلا مجرد تسميته بس كواليتي تايم بيديله قيمه، اللي هي كفاءه. صح. الوقت ازاي تبقي انت قاعده مع نفسك وقت قليل بس حلو كده منور. الكلام ده لكل الناس، لكل ستات البيوت اللي قاعدين دلوقتي بيتفرجوا علينا في المطبخ او او او، الكلام ده مش رفاهية، احنا عايزين نجيب لحضراتكم النوع ده من العلاجات ونقاء النفس لحد باب البيت، تفتحوا التلفزيونات تلاقوا وقت كده لنفسكم، وده شيء مهم جدا لكل ستات الحسن اللي انا عارفة انهم طول اليوم بيلفوا في خناقة كبيرة جدا وفي عركة كبيرة جدا بتنتهي يمكن مع السرير، واحيانا النوم كمان مبيبقاش مريح. يعني احيانا بننام ونصحى كأننا كنا في خناقة وكنا في عركة. الكلام اللي بيقوله محمد عيسى كلام مهم جدا من واحد مر بتجربة صعبة جدا من عمر 6 سنين، فطلع بجد يعني هذه التجربة حقيقية جدا وخالصة. بعتقد انه مش هتبخل علينا انك تكون موجود معنا تاني، صح؟ لا لا اكيد. وعايز اقول حاجه، انا الحساسيه قعدت معايا 10 سنين ممارسه المديتيشن، خلصت منها في سنتين. انا قعدت من سن يعني بدات عن 18 سنه، من 20 سنه تخلص من الحساسيه، من وانا عمري 20 سنه النهارده 39 سنه، الحمد لله صحتي زي الفل، والبرد اللي كان بيجي لي يقعد معايا شهر اولموست بيجي لي ويخلص في نفس اليوم. ما شاء الله حقيقي. انا مش بخاف اقول ده للناس، بعض الناس يقول الحسد مش عارف ايه. الانسان المتصل بذاته ومتصل بقوته والقوه اللي ربنا حطها جواه مش هيخاف لا من سحر ولا حسد ولا اي حاجه. صحيح بس. جدا صحيح. هي. جدا ان شاء الله تكون موجود معانا تاني محمد عيسى، يعني لايف كوتش، وبعتقد انك اكتر من كده كمان. الله يخليك، تسلم، بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. شكرا ليك. فاصل وبعد الفاصل ومطبخ يلا. بقى بس مطبخ مختلف النهارده، عندنا بوفيه كبير جدا. ملك الكوكي مال فيك ايه؟ بفكر في المديتيشن. رحتي مني كده، مش رحت في المديتيشن شويه ولا جوعت؟ لا لا لسه مش جعانه قوي. يلا فاصل وفاطمه فؤاد وسفره عمرانه ان شاء الله من اكل خليجي بعد الفاصل.